وإلى ذلك أعلن متظاهرو ساحة النسور في بغداد الانسحاب من الساحة وإمهال القوى السياسية حتى 25 من تشرين الجاري لترك العملية السياسية، متوعدين بخطوات تصعيدية في حال استمرت الطبقات السياسية بالتسويف والمماطلة، فيما طالبوا بتشكيل حكومة انتقالية بإشراف أممي. إن هدفنا هو تغيير النظام السياسي القائم وتصفير العملية السياسية القائمة برمتها، فإننا سنمهل القوى السياسية الفاسدة والساقطة دستوريا كافة حتى يوم 25 من شهر تشرين الأول الجاري لترك العملية السياسية وتصفيرها. وبغير ذلك فإننا ماضون بخطوات وآليات تصعيدية أكبر وأوسع، ولن نمنحهم فرصة الراحة. وفي هذا المقام فإننا نطالب بحكومة انتقالية مؤقتة وبإشراف أممي يقودها نخبة من الوطنيين وأكفاء البلد، على أن لا يكون فيها أي شخص من شخوص العملية السياسية المتهرئة والحزبية التي قادت البلد إلى الضياع منذ سنة 2003 إلى الآن. سنشرع من الآن بحملة مليونية لجمع تواقيع أبناء الشعب على عريضة رافضة لهذا النظام الفاسد وسياساته المقيتة.